أنا والدة رفايدة إبراهيم أحمد علي. رفايدة في سنة رابعة تجارة جامعة الأزهر. رفايدة مثال للطالبة المجتهدة، دايما بتاخد شهادات من الكلية كانت والمدرسة إنها طالبة مثالية، يعني من ابتدائي لغاية ثانوي هي كل سنة بتطلع الطالبة المثالية على مستوى المدرسة، ودايما من أوائل المدرسة. كانت مثال للتلميذة المجتهدة، وكل المدرسين بيحبوها ودايما بيسألوا عنها، يعني مدرسين ابتدائي بيسألوا عنها لغاية دلوقتي، وفي منهم اللي متواصل معاها وبيسأل عليها باستمرار، وده لأنها كانت مثال للطالبة المؤدبة والمجتهدة. كانت حافظة لكتاب الله وبتحاول بقدر الإمكان تساعد أي حد يحتاج لمساعدتها، ومتعاونة معايا ومع الكل. أنا رفايدة ما كانتش بتسيبني ثانية، باستمرار معايا في كل شيء، كانت بتساعدني في كل حاجة، بتساعدني فيها أروح لدكتور معايا، أروح هنا معايا، في كل مكان كانت بتبقى معايا. كانت دايما تيجي من الكلية تحكي لي كل اللي حصل معاها. كانت مجتهدة في كل شيء، وكانت محبوبة من الكل، تصل الرحم. يعني كتير انا ممكن انسى ان انا اتصل بحد، هي تذكرني. احنا ما اتصلناش بجدتي، احنا ما اتصلناش بعمي، احنا ما اتصلناش، كانت باستمرار. واذا قصرت في انها تتصل بتبعت رسائل للكل في الاعياد، كانت باستمرار هي اول من يبدا انها تعيد على الكل. في رمضان هي اللي بتعاوننا على كل شيء، بتعمل لنا حلقات ونقعد تسأل كل واحد وصلت لغاية فين في الحفظ وفي القراءة. في برضو كانت في إنها تقعد وتجهز لنا وتعمل جو جميل معنا في البيت كلنا، وكانت مش معايا بس، مع الكل متعاونة. حتى في مشاكل أخواتها هي اللي كانت كتير، هي اللي بتحلها لهم. إذا حد حصلت له حاجة في المدرسة هي اللي بتروح معاه، وهي اللي بتعرف مشكلته إيه وبتعرف تحلها. وكانت أقرب واحدة لإخواتها هي في كل شيء، كانت باستمرار بتعاونهم في كل حاجة. إذا حد احتاج منها أي حاجة كانت بتعملها معاه، يعني أحيانا كانت تقصر في محاضرة عشان تروح مع أختها أو مع أخوها عشان تشوفه محتاج لإيه قبل ما تعرض عليا المشكلة. إذا قدرت تحلها لوحدها بتحلها بينها وبين إخواتها، إذا ما قدرتش بتقولي وبعدها بنحاول مع بعض. وهي في الغالب اللي بتحل مشاكل اخواتها باستمرار في لبسهم، حتى اخوها الكبير هي اللي بتختار له، هي اللي بتروح معاهم كلهم في كل شيء، كانت بتتعاون معاه وكله محبوبة من كل الناس. الكل بيضرب بيها المثل، الكل بيشهد لها بأخلاقها و يعني مش بيشهد لها بأخلاقها وأدبها وتفوقها. حتى انا لما كنت بروح معهد كان مش انا، يقولوا لي انت اخت رفايده الطالبه المتفوقه اللي كانت، وكانت بيذكروا يعني فيها، ده كان فخر ليا. هي فخر ليا وهي بره، فخر ليا وهي جوه. هي لما اللي كان عليها امتحان يوم الثلاث يوم الاثنين بالليل، هي كانت قاعده فكانت بتفكر يعني بكره هروح ازاي، وفي ضرب وفي كده، فرحت عادي فبقول لها انه عامل لها يعني عامل لها سلاح، بهزر يعني، فبقول لها عامل لك سلاح تختي معاك. فبتقول لي ازاي يعني، فقلت لها اجيب لك ازازه بري واحط لك فيها شطه وخل وكده. بقيت لما يجي راجل يعتقلني بقول له سامح بس هطلع الازازه من الشنطه عشان ابعد عن نفسي. كانت يعني ليها تعلق شديد بيا، سواء من صغرها خالص كانت على طول تسأل في كل حاجة وتعلمت كل حاجة، وحتى طريقة كتابتها الأدبية قريبة من طريقة كتابتي. وإحنا يعني التزامها يمكن عدى كمان التزامي أنا اللي علمتها. وعادي في اليوم اللي هي اعتقلت فيه راحت أمها تبعتها بالتليفون وركبت المعلومات اللي عندنا، ركبت الأتوبيس. كنا مستنيين واحدة صاحبتنا اتأخرت في الامتحان، فنزلنا قلت البنات احنا هننزل انزل اشوف صاحبتنا، فهي قالت لي انا هاجي معاكي عشان ما تروحيش لوحدك.
فنزلنا رحنا عند الكلية بتاعتها، فروحنا عند الكلية ووقفنا نستناها شوية لأن ما كناش عارفين ندخلها وكده. فاحنا واقفين كانت الخايدة واقفة بعديها شوية وأنا واقفة بعديها، يعني قدامي وأنا بعديها على طول. فراحت شوية بنات يعني قلة كده كانوا واقفين، ف لقينا مرة واحدة لقينا البنات بتجري ووراهم البلطجية أو الأمن. ففي بنت وقعت، يعني بنت اتمسكت ومسكوها وضربوها ووقعت، فراحت مسكوها وخدوها، فهي بتستنجد يعني الرفايدة كانت قدامها فتستنجد بيها، فراحت الرفايدة جاية تحوشها فوقعت هي كمان واتخذت. بعد كده فقبل كده فكانت بتقول لي ايه طب اجري، يعني بعد ما البنات كلها بتجري ورا بعض فهي قالت لي اجري، وجريت وهي يعني جريت ورايا. فببص فلقيتها وقعت وخدوها ومشوا. بس هو ده كل اللي حصل. بعد كده رحنا، انا طبعا ما عرفتش اعمل ايه ساعتها، يعني ما كنتش عارفه اعمل حاجه. كل اللي عرفت اعمله ان انا قعدت ما قدرتش اتحرك من مكاني واتصلت بالبنات، فقالوا لي قلت لهم وكده، فجيهم وما عرفناش نعمل حاجه خالص. فاحنا لقينا شوية ولقينا برضو البنات بتجري والأمن وراهم لغاية لما طلعونا برا الجامعة خالص، يعني كل البنات طلعوا برا وهم اللي كانوا جوه. بس فطلعنا الباص فمعرفناش نعمل حاجة خالص ساعتها إلا ما كلمنا أهلها وكده. فايدة ساعة ما اعتقلت واحدة من زميلاتها اتصلت بيا وقالت لي، اتصلت بباباها قال لي أنا موجود عند القسم. راح طبعا محدش شافها في اليوم ده خالص، وتاني يوم كانت هتعرض على النيابة برضو محدش شافها لغاية الساعة 5. بعد كده رحنا طبعا بالعافية دخلنا لها جاكت عشان تلبسه، واحنا بنديها الحاجة يدوب تسلم عليها وتمشي حتى من غير ما تتكلم خالص، عايزة اكلمها عايزة اقول لها اي حاجة مفيش وقت، ثانية يدوب تسلم ويسحبها ويمشي. وده كان في الاسم، كان اول ما بيتفتح باب الزنزانه دي اللي هم قاعدين فيها كنا نشم ريحه سيئه للغايه من ريحه الحاجات اللي بيشربوها الناس اللي معاهم، كانوا بتوع مخدرات واداب، كانت الزنزانه بتطلع دخان كده اول ما تتفتح وتطلع منها. فضلت في القسم جددوا لها مرتين. طبعا في الفتره دي كنا بنروح لها كل يوم، واحيانا لما كنت تعبانه ببعت اخواتها، بس طبعا كانت زياره معدمه. احيانا تكتب لنا ورقه بالطلبات وبتوريها للواقف يشوفها انها ورقه طلبات عايزاها وكده، وهو كل اللي كان بينا ان احنا بنديها طلباتها وتسلم علينا وتدخل طول فتره حجزها في الـ في الـ في الاسم. بعد كده خدوهم في اسم تاني وعملوا لهم اختبار الحمل ده، طبعا برضو ما عرفتش اسالها في ايه ولا اي حاجه، شايفينها بالعربيه وهم بينقلوهم رايحين جايين رايحين جايين، ما قدرناش حتى حاولنا نكلمها. راح مزعق لها اللي هو العسكري اللي واقف معاهم وما عرفتش اكلمها خالص. بعد كده رحلوهم لسجن القناطر. في سجن القناطر اول يوم رحت كان منظرها صعب للغايه، كانت لابسه جلابيه وحشه كده شكلها وحش خالص، وبعد مشدات انا بقولها زي لبسها دي، قالت ده بعد مشدات لونها مدوني دي واحده تاني، وكان عندها انفلونزا ما كانوش بياكلوهم لمده يومين، يعني قعدوا من ساعه ما اتحبسوا لغايه ما رحنا ما كانوش جابوا لهم اي حاجه. بعد كده بدات تبقى كويسه، ودنا لها حاجتها وطلباتها وبدات قعدت في مكان كويس، قعدت فيه فترة وودوها زنزانة تاني. الزنزانة كانت ضيقة وما فيهاش أي حاجة تصلح للمعيشة، كانت عبارة عن أوضة 3 في 3 قاعدين فيها حوالي 25 واحدة، وكانوا كل حياتهم فيها الأوضة دي، ما كانوش بيخرجوا فسحة ولا أي حاجة، كان بس كل اللي بيعملوه طول النهار قاعدين في الأوضة، وكانوا الأول مشددين عليهم
لا ما تقعدوش مع بعض، لا ما تناموش مع بعض، لا ما تتكلموش مع بعض. وفي الاخر بعد كده اهو بدأوا يهدوا معاهم شوية ويخلوهم ايه يقعدوا مع بعض، ممكن يتكلموا ويقرأوا. واحنا ما كناش نعرف المذكرات ولا الـ الـ الأقوال بتاعت مدير الأمن ونائب مدير أمن الجامعة ولا الشرطة، ما نعرفش ايه هم بيقولوا ايه في أقوالهم. فاحنا جبنا المستندات صورة من الجدول، يعني اشتغلت المسألة، لأن أنا يعني كل بنت تتاخد ظلم، كل ولد يتاخد ظلم، كل واحد يقتل. الشعور الإسلامي إن أنا أشعر إن المقتول ده ابني، أشعر إن المعتقل ده ابني، ولما أشتغل في موضوعه كأني بشتغل في يعني حاجة ابني أو حاجة بنتي. لكن رفايدة علشان لمساتها القريبة مني تعمل لي شاي، تشوفني أنا متضايق ليه، أنا إيه المشكلة اللي عندي. طبعا أنا بحل مشاكلي أنا، يعني ما بحاولش ادخلها امها اللي تقعد تحل يحلوا مع بعض. اما انا ايه اقول لها خلاص يا بنتي خلاص، تقول يعني خلاص خلاص امشي. يمكن القرب ده هو اللي ايه اصبح المشكله سيطرت عليا اكتر. لكن اشتغلتها من الناحيه القانونيه صح، انا عارف ان هي كانت في الامتحان، جبت جدول الامتحان، جبت كشف الكنترول اللي هي ماضيه فيه من الامتحان، جبنا شهاده من الكنترول انها امتحنت في هذا اليوم، والجدول بيقول ان الامتحان يبدا من الساعه 10 لغايه الساعه 1، والشهود يكاد يكون كلهم مجمعين ان الاحداث كانت من 9:30 لغايه 11:30، وكانت في كليه دراسات اسلاميه وهي في كليه تجاره. ومذكره الامن بتقول ان طلبه كليه الدراسات الاسلاميه كانوا قافلين باب الكليه من الداخل، وهي كانت بتمتحن في كليه التجاره. ازاي دخلت كليه الدراسات الاسلاميه؟ مش عارف. قلنا الكلام ده للنيابه، النيابه قالت احنا متفاهمين هذا الامر وربنا يسهل، بما يعني ان ايه ان هم متفاهمين وعارفين، لكن الأمر فوق طاقة أي حد، القرارات حبس الناس اعتقال الناس فوق طاقة أي حد. والناس ما بتتذكرش إن حبس الناس ده، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، فما بال بآلاف البشر المحبوسة. وأنا نموذج رفيدة يعتبر ينطبق على ناس كتيرة، منهم مثلا واحدة عندها 65 سنة لا تعرف الصبح من الظهر، موجوده يمكن دي عامله ازمه رفايده في سجنها في عنبرها، لانها لا تعرف الصبح من الظهر ولا العصر من المغرب، ولا تعرف هي فين ولا قاعده ليه، ونايمه ال 24 ساعه. وكل التوسلات للنيابه ان تفرج عن هذه المراه ما فيش فايده. يبقى رفايده نموذج من الظلم الجاسم على صدر الوطن بعد انقلاب 3 يوليو. قدمنا المستندات، رفايدة كانت في الامتحان، رفايدة والكلية ما كانش فيها مظاهرات في هذا اليوم، قدمناها للوكيل النيابة في التحقيق، اترفعنا قدام رئيس النيابة في التجديد، قدمناها للمحامي العام الأول نيابة شرق القاهرة، وقدمنا له شهادات تثبت مرض رفايدة علشان عندها يعني يؤثر الحبس عليها، يؤثر على جلدها عشان جلدها حساس، وحاجات أخرى. إلا أنه قدموا طلب، قدمنا، لكن قدموا تظلم، قدمنا، لكن لا حياة لمن تنادي. جينا في الجلسة شرحنا الموضوع ده للمحكمة، والمحكمة أشعرتنا أنها هي تفهمت الموضوع ده، ورغم أننا مقدمين المستندات أصل المستندات في أمام النيابة، إلا إن المحكمة أشعرتنا إن هي اقتنعت بالموضوع ده، بس ادونا الصورة اللي فيكم، فادنا المحكمة الصورة اللي فيدنا. لكن الحكم طلع أكل شيء، وطلع فيه تزوير دفعنا به في تانية درجة. يعني المحكمة لم تنعقد،
المحكمة أصدرت الأحكام إزاي؟ قلنا الكلام ده لمحكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف حجزت دعوى الحكم وبعدين رجعتها تاني للمرافعة. إحنا مش عارفين، لا القضاء يعني بيدي الأحكام إزاي، ولا النيابة بتحبس الناس إزاي، وإحنا يعني يكاد يكون أنا على المستوى الشخصي بعد حبس رفيدة يكاد يكون كل قضاياي وكل شغلي مش متظبط. يعني إيه؟ يعني بقي المسألة لمست عندي أوتار قريبة جدا، يعني لا مستندات بيتاخد بيها ولا شهود يتاخد بكلامهم. الأول كنت بروح لها القسم، القسم كنت بروح لها يوم ويوم عشان امتحاناتنا. بعد كده هي اترحلت السجن، اتحاد السجن يوم 12/1. أنا كان عليا امتحان، هي وأخواتي هما راحوا يزوروها ولقوها بتترحل. ف جاني بعد كده أنا قعدت ما بيزورناش خالص من يوم 12/1 لغاية 30/1 عشان امتحاناتنا. وبعد كده هي أصلا كان زيارة كل 15 يوم. فبعد كده لما روحت لها، هي كانت انا كنت حاسه انها عايزه يعني الزياره كانت هي كانت عايزه تعيط، بس في نفس الوقت انا لما دخلت لقيتني بعيط، فراح كمان زي انت بتعيطي ليه عبيطه، مش احنا اصلا متفقين ان في حد هيحصل حاجه زي كده، وده ان الله اذا حد ادى بالله. فانا كده ربنا يفتح علينا عشان اخلص ذنوبي، عشان من بعد كده اطلع اصفي من غير ذنوب. الاول اصلا هي يعني هي بتتعذب عشان توصل لنا، واحنا بنعذب عشان نوصل لها. هي بتتعذب عشان توصل لنا، في بيقعدوا يفتشوها، بتقولها مش كويسه، وهي بتبتدي الموضوع ده، بس بتقول انا بستحمل عشان اشوفكم. واحنا برضو انا لما اول مره رحت انا كنتش عارفه نظام ايه، يعني الجو كان جوه التفتيش ايه. فلما رحت فراح بتفتش، فبتفتش بطريقه غبيه، فانا رحت قلت لها ايه الغباء ده، فراحت قالت لي مش عاجبك اطلعي بره. فقلت لها انا صدقت ان انا وصلت لهنا، فخلصت عشان انا عايزه فعلا اشوفها. المهم دخلنا وقعدنا حوالي 5 ساعات على بال ما احنا بنروح الساعه 8، بنوصل هناك الساعه 8، بنقعد هناك لغايه ما بعد الظهر عشان ربنا يسهل ويحن علينا ويدخلونا. بعد كده راحت دخلت يعني بندخل، بيقعدوا بقى ينزلوا في انفاسنا، لا ادخلوا من هنا، ما تدخلوش من هنا. واحنا قاعدين معاها الباشا رايح جاي، يقف قدامنا شويه، مش عارفين نتكلم خالص. هي اغلبيه كلامها يعني بتدوس على ايدي تفهمني اي حاجه. بعد كده قالت لي تعالي عشان اعرفك على الحرائق اللي معانا. سلي خليت خدتني وسلي خليت اسلم على البنات كلها. وبعد كده راحت طلعنا. الزيارة بتبقى صعبة لأنه إحنا عارفين إن إحنا هنقعد معاها، قاعدين معاها دلوقتي، بس 5 دقايق مش هنبقى معاها. فكان الموضوع كان بيبقى صعب لأن إحنا بنقعد معاها مدة صغيرة، فإحنا بنقعد معاها دلوقتي بس شوية كده وكل واحد يلح حاله. موضوع الزيارة بيبقى صعب لأنه هي بتبقى مستنية اليوم ده فارغ الصبر، بتقول احنا قاعدين على الباب مستنيين بس يجوا يقولوا ايه زياره. مش مهم ليا ومش ليا، بس المهم ان انا عارفه ان في لما تكون ليا لما جواب ليا. فكان الموضوع بيبقى كده يعني، وبتبقى احنا ما بننامهوش، هي ما بتناموش واحنا برضه ما بننامهوش قبل لما متوترين، عارفين ان احنا هنروح وهنشوفها شويه ومشونا. الفايده دايما لما بتبعت الرسايل بتبعتها لي بتبقى تشجيعيه في الغالب، يعني غالبا بتبقى تشجيعيه، يعني يا محمود طبعا انت اللي هتكمل، اوعى تكون زعلان اللي احنا مش موجودين، كمل شوف انت بتعمل ايه وكمله، شوف روح جامعتك، عيش حياتك طبيعيه. وانا والله بتقعد بقى بتتكلم على انها كويسه وان مهما حصل هما برضو مستحملين ومحتسبين، فكنت دايما بيبقى مهتمه بينا وبتطنش حتى انها تتكلم. الواحد دايما بيكون بيعاني بيحتاج حد يفضفضله، يعني عمرها ما فكرت حتى تشتكي في الرسائل بتاعتها. هي باستمرار هي اللي بتسبكني،
لو لقيتنا عيطت بتثبتني هي، اثبتي واحنا هنؤجر على كده، وادعي لي ان ده يكون منحة ليا مش محنه. هي بصراحه اللي بتثبتني وهي اللي بتقوي، ويبقى مش هين عليا اسيبها. فنفسي ادخل معاها او هي تيجي معايا، بيبقى كل قعدتها معايا في الموضوع ده اقول لها قولي لي انت عامله ايه وبتعملي ايه، لا انت طمنين عليك انت عاملين ايه وانتوا اللي يعني ما اعرفش زي الباقي، لا انا عايزه كذا ولا مش عايزه، ما تطلبش مني حاجه. كان بالعكس هي باستمرار هي اللي بتحاول بقدر الامكان ان هي اللي تثبتنا وتقوينا وتعرف اخبارنا ايه وعاملين ايه وده عامل ايه وده عامل ايه، كلنا مش اخواتها بس، بتسأل على كله طول ما هي قاعدة وأنا ماشية، بيبقى مش هين عليا أسيبها، ببقى واخدها في حضني ومش هين عليا أسيبها خالص. وهي برضو بحس رغم إن هي يعني قوية وثابتة، لكن في اللحظة دي مبتقدرش، بحس إنها ماسكة فيا زي ما أنا ماسكة فيها كده بالظبط. بالنسبة للانتهاكات، أول حاجة في الانتهاك، أول حاجة وقعت علينا وقعت عنا عليها في الانتهاكات اللي احنا شفناه اثناء القبض عليها، والطريقه الحيوانيه اللي الثلاثه اللي قبضوا عليها وهم اثنين شايلينها وواحد بيضرب فيها بالعصايه، يعني متهيألي لا اللي عملوا كده ينتموا الى فصيله بني البشر ولا رياستهم تنتمي الى فصيله بني البشر نهائي، كانهم يعني هذا المنظر بعد كده يتكرر ومتكرر، كأنهم يعني يعني الإنسانية مقتولة عندهم بتاتا. بنت صغيرة جسمها كله ما يزنش 60-70 كيلو، ثلاث حيوانات، اثنين يشيلوها وواحد يضربها دون اي جريله دون اي فعل منها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم منهم، وربنا يرينا فيهم يوم كده يوم اسود عليهم وعلى اهليهم وعلى اعز الناس ليهم، وربنا يدمرهم ان شاء الله. بعد كده لما راحت الحجز وبقوا يمشونا من حجز تاني لحجز تالت، من اول من تاني الاول من اول تاني، وفي الاخر في راحت اول بقى احنا اللي زرناه وشفناه، ان امها شافته، ان عباره عن اوضه الناس اللي ممنوع النوم، يعني ممنوع النوم الا اذا كنتوا ثلاثه، واحده تنام واثنين يبقوا حارسينها، مش حارسينها من حاجه، لان مفيش مكان للنوم، كله يقعد كده قرفصاء، يعني كأن رفيدة قعدت قرفصاء 15 يوم أو أكتر في حجز قسم أول. وبعد ما طلعوه راحوا من قسم أول، راحوا طبعا سجن القناطر الأول، راحوا حاجة اسمها الإيراد، يمكن كان معقول، لكن نقلوهم بعد كده في عنبر تاني، عنبر قذر سيء، وهم اللي عملوا لحموا السرر، هم اللي بعد يشيلوا السرر عشان يتلحم، بنت منهم اتعورت. وبعد كده قعدوا في حوالي يمكن 28 بنت، عاملين لهم حوالي كان يعني السرير عليه اثنين زياده سريرين لازم يناموا عليهم ثلاثه كل ليله، والسرير عباره عن 60 سنتي في حوالي 160 سنتي. ده اللي ايه اللي الناس موجوده فيه. وفي نفس المساحه 3 في 3 فيها الحمام اللي ما تستروش حاجه خالص، الحمام العريان نهائي، يعني اللي يقضي حاجته احيانا ممكن يكون الموت احسن له من انه يقضي حاجته في الحمام ده. والمكان ده معاهم 2 جنائيات فيه، وهم اصحاب الحظ طبعا، هم المسيطرين على اللي يفعلوا اللي هم عايزينه. وفي المكان ده الناس تاكل، والمكان 3 في 3 حوالي 25 نفس تاكل وتشرب وتقضي حاجتها وتستحمى وتغسل وتنام
ولو حد عاوز يقرأ يقرأ، وعاوز يصلي يصلي، كله في المساحة دي المليانة بالسر، ما فيش طرق بينهم. طبعا أزمة كبيرة قد ينتج عنها أمراض، خاصة الرفايدة جسمها حساس، وشها حساس، جلدها حساس. ساعة ما عرفت إنها خدت 5 سنين اتصدمت، ما كنتش عارفة أعمل أي حاجة، سكت خالص، كل اللي كنت بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. فضلت فيها كده، بعد كده لقيت نفسي انهارت خالص، مش قادرة أتكلم، مش قادرة أفكر، مش قادرة أعمل أي حاجة. يعني بقيت مستغربة ليه 5 سنين تاخدهم، ليه؟ سبحان الله، يعني مفيش أي حاجة عليه، ولا دليل مثلا ضدها، ولا كانت في أي حاجة، ولا عاملاها، ولا سبحان الله. يعني احنا بنشوف اللي هم بيقتلوا بينهابوا بيعملوا، ما بياخدوش الحكم ده، وهي لا حول لها ولا قوة، اتخذت من كليتها، وفي اللي يثبت انها كانت في امتحانها، ومع ذلك 5 سنين و100,000 غرام. عملت ايه ده كله؟ وزمايلها عملوا ايه ده كله؟ وفين يعني انا بقيت اقول فين الضمير؟ فين الحاجات الإنسانية حتى؟ بلاش الضمير، وبلاش القانون، وبلاش الشارع، كله ده فينه؟ يعني الواحد بقى ما كانش عارف يفكر خالص، بقينا في دولة لا قانون ولا لا شارع. اليوم ده أنا أصلا كنت مجمع نفسي على أساس إن خلاص رفايدة هتخرج، وكله قال هم قعدوا ما فيش كفاية، يعني حتى أختك ما عليهاش حاجة، امتحان وبتمتحن، أحداث حصلت من في وقت الامتحان حسب ما الأمنجية كمان ما قالوا اللي هم جايين يشاهدوا. خلاص يا ابني انت اختك بره اكيد. فكلنا كنا مجهزين نفسنا ان الفايده هتخرج خلاص، وكل حاجه جامده. احد عرفنا خبر ان الفايده اخذت 5 سنين و100,000 غرام. هو نفسيا انا كنت عارف ان احنا ما فيش بلد قانون، وبالتالي هم لازم يعملوا من اي حد يجي له عبره، ما يعرفوش ان العبره دي ما بتتعملش غير على امثال. فصبرت الحمد لله واحتسبت، وقلت لا. وطبعا هي كانت قبل كده كانت قايله لنا انها لو طلعت، لو الخير في طلعها هيبقى هتطلع، لو غير كده هي برضو موافقه. بس لكن انا عارف ان القضاء عمره ما هيبقى كويس، لان لسه هو بتاع مبارك، بتاع المجلس العسكري، ما اتغيرش. فكان دي حاجه يعني انا كنت متوقعها بصراحه. اول رساله بوجهها للي قبضوا عليها، وبقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، زي ما ضربوا بنتي وسحبوها وهانوها، ربنا ينتقم منهم ان شاء الله، وباذن الله ايديهم هتتشل جنبيهم اللي مدوها عليها، وهنشوفها في عيالهم وفي أعز ما عندهم إن شاء الله بإذن الله، لأنهم ضربوها ضرب جامد وتعاملوا معها بوحشية، فربنا سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام بإذن الله. مهما طالت هنشوف فيهم آية بإذن واحد أحد، على قد ما ظلموا وعلى قد ما افتروا وعلى قد ما تعاملوا مع البنات بالطريقة الوحشية دي، ربنا هينتقم لي منهم، وربنا هيورينا فيهم آية بإذن الله. هنشوف فيهم يوم في عيالهم وفي أعز ما عندهم، زي ما تعملوا مع عيالنا كده، ربنا إن شاء الله هينتقم لنا منهم، هيشل إيديهم جنبيهم. سألت التانية وكيل النيابة اللي حولها وأحلها للقضاء، ليه إيه عندها عشان يحولها للقضاء وتتحاكم؟ ولا حاجة، ولا في أي شيء يستاهل إن هي هتتحول أو تتحاكم. كان بيتكلم معاهم بالذوق، وانتوا بنات محترمين وما تستاهلوش ان يتعامل معاكوا كده، وفي الاخر راح محولهم على المحاكمة، والقاضي اللي حكم عليهم 5 سنين من غير ما يشوفهم، من غير ما يبقى فيه جلسة، هقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، ويتذكر قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وان شاء الله بإذن الله هيكون من اهل النار، وهنقتص منه وهيقعد له في عياله زي ما حكم على عيالنا الحكم القاسي ده، بإذن الله ربنا هينتقم منه أشد انتقام، وورينا فيه آية من الآيات.
واملي في الله كبير ان ربنا يورينا فيه يوم فيه وفي عياله ويحرمه من اعز ما عنده زي ما حرمنا من عيالنا. عايز اقول له رضي الله ونعم الوكيل، تشيل ايدك. يعني فايدة قوية قوية حكيمة، بس جسما ضعيفة جدا. ما تستاهلش ان تلاتة يمسكوها بالطريقة دي ولا يقبضوا عليها بالطريقة دي. لا دي هي يعني صغيرة، ما تمسكها ازاي كده وتضربها بالطريقة دي. لو بنتك مش هتقدر ابدا انك تتمسك بالطريقة دي ابدا، ولا تضرب ولا حاجة. الحاجات دي من الهناد اللي انتوا حاولتوها ليها. عايزة اوصل رسالة للبابا الازهر، عايز اقول له ان الازهر كمعلومات العلم انت حاليا فسدت الازهر باللي فيه. بس عايز اقول لك ان رجال الازهر وشباب الازهر هم اللي هينشوك وهيقدروا وهيظبطوا الدنيا وهيمشوك منها، عشان الازهر هيتعدل هيبقى احسن من الاول. حسبنا الله ونعم الوكيل، لانه لم يحدث، لانه ما حصلش كده في اي عهد وفي اي زمن، لا ايام الاحتلال ولا حتى ايام الظلم ايام مبارك، ولا حتى المجلس العسكري اللي بيحصل دلوقتي لما الطلبه والطالبات ما تعرفش تحافظ عليهم حتى جوه الجامعه بتاعتهم. يبقى اقل حاجه طيب بيان استنكار، لكن يعني تطلع عشان كل ما تطلع عشان تقول الطلبة الإرهابيين. هقول إيه وهو في كل العبر. حسبي الله ونعم الوكيل. قلت للسيسي هقول له مهما طالت دولة الظلم هتنتهي، وهيجي له يوم بإذن الله وهتتهدم، لأن هو سبب كل البلاوي اللي احنا فيها دي. اعتقل عيالنا، موت شباب زي الفل، موتهم شباب حفظ القرآن يعرف ربنا. دلوقتي مفيش شباب كويس في البلد زي الأول، تلات أرباع الشباب الكويس ضاع. ودولته بإذن الله مهما طالت ومهما عليت هتنهدم بإذن الله. وهنشوف في آية ربنا سبحانه وتعالى بيمكن الظالم على قد ما يقدر، علشان لما ياخدوا أخذ عزيز مقتدر. وأملنا في الله كبير إن نشوف الآية دي قريب إن شاء الله. بالنسبة لواحد قتل وعمل، ف بالنسبة له الاعتقال ده كله حاجة بسيطة، وإنه يعمل كده في البنات حاجة بسيطة. لا إن شاء الله، أنت لو كنت أنت نسيت إن ربنا هيحاسبك، فربنا عمره ما هينسى، عمره ما هينسى اللي أنت عملته. وده طبعا بالنسبة للآخرة. أما في الدنيا إن شاء الله هنقتص منك، وكل ولا ينفعك لا مال ولا سلطان ولا جاه، وكله ان شاء الله هي وكله ان شاء الله هي وكله ان شاء الله هيرجع لنا عن مقبره.